العمل التطوعي زينب، دائما نحن فينا نقول انه الشباب يمكن هالايام هن اثبتوا وجودهم من خلال العمل التطوعي، ونتعرف على فريق اثبت تواجده على الارض من خلال عده فعاليات كان اخرها ب 14 و15 هذا الشهر، لنتعرف بشكل موسع عن هالفريق وانشطه هذا الفريق. بصرنا نرحب بانور علي محمد قائد فريق المحبه والسلام، وايضا وعواطف مكنا المسؤوله الاعلاميه الثقافية في فريق المحبة والسلام. يسعد صباحكم صباح هناء. عواطف حاطين عواطف هنا، ولكن هناء يسعد صباحك. صباحك هنا. يمكن دائما نحن بنعرف انه العمل التطوعي هو عمل يمكن منعول عليه كشباب مدام هناء، وعمل دائما بنسعى له زينب. اكيد لهيك خلونا نحكي عن مراحل الفريق، تأسيسه، بداياته. يسعد صباحكم، صباح مشاهدينا الكرام. طبعا فريق المحبة والسلام تأسس ب 14/2/2014 إيمانا من أعضاء الفريق المؤسسين بالمحبة تعمر سوريا. انطلقنا كفريق بأنشطة رياضية زادت عدد المشتركين من كل الاختصاصات، فطورنا الفريق من رياضي لثقافي فني بيئي وكل الأنشطة. نعم، يعني مدام هناء يمكن أنت المسؤولة الإعلامية والثقافية، ودائما المسؤول الإعلامي هو العنصر يلي بيحرك، خلينا نقول بيدير الفريق، وهو مسؤول عن أي عمل بيقوم فيه الفريق. يعني خلينا نحكي عن الفعاليات، كيف كان التنظيم؟ بتعرفي مدام هناء التنظيم ما هو من الامر السهل، وخاصه بيكون عليك عبء وبيكون عليك مسؤوليه، انه انت يمكن اي شيء بيصير فانت بتحطي المسؤوليه عليك. تفضلي. نحن صباح الخير بالاول. اهلا. نحن دائما كنا نبلش اول شيء نحن نستدعي المحطات السوريه لتواكبنا بكل فعالياتنا، نتواصل مع جميع اعضاء الفريق. نحن على فكره عنا اعضاء فريق بكل المحافظات السوريه، حتى باللبنان الشقيق عنا عدد منيح من المهندسين من الاطباء. نعم. فبنتواصل معهم مشان نحن نبدا بالفعاليه، وبهمنا نحن العنصر الطفولي، انا بركز دائما على الطفل بفعالياتنا، لانه ثقافه الطفل عندنا اهم شيء. فنحن امبارح كان عيد الحب، والحب ما اختصرناه نحن بحب اشخاص، نحن امبارح اختصرناه بحب الارض، بحب الوطن، لانه الطفل لما بحب تعلميه يحب ارضه، بحب وطنه، معناتها بهل رح يحب حاله ذاته. اي شخص اذا ما حب ذاته ما رح يحب لا الوطن ولا الأرض. فنحن مبارح كانت الفعالية عنا ركزنا تحديدا على الأرض. رحنا على الفعالية بالمركز محطة الحجاز للقدم. نعم. زرعنا شي 500 شجرة، طبعا كان معنا أطفال، كان معنا كبار، كان معنا أبناء شهداء، لنعلمهم أنه الشهداء اللي راحت كرمال هاي الأرض. نحن هاي عيد الحب عنا. نعم. هاي التشاركية قد ايه حلوة سالي، خاصة انه من الاعمار الصغيرة اللي هن يعني عم نعول عليهم ببناء سوريا. اكيد خلينا نحكي عن الفعالية، هي مستمرة لليوم، وانتو يمكن انطلقتوا كفعالية ب 14/2/2014 لليوم، مريتوا بكتير مشوار طويل، كل مرة عم كمان يمر مثل ما قلنا الحب ب يعني معاني متعددة، ما انه مثل ما قالت مرتبط بأشخاص خاص، انما مرتبط بارض، بانتماء، بمستقبل، بحبنا لنفسنا ولارضنا ايضا. فخلينا نحكي عن هذا المشوار كمان. هلا نحن بهمنا كفريق دائما نرسم البسمه اول شيء على وجوه ابناء الشهداء، اسر الشهداء، الجرحى. كان لنا انشطه كثير بدار الاوبرا بالجنوب اللبناني، بعده محافظات بالخلفيه، لحتى نحيي هذا الأعمال الوطنية بهذه الفعاليات الوطنية لتكريم
بيحمل معنى انساني ومعنوي. نحن نتكرم فيهم باسر الشهداء. هو نحن فريق تطوع يعني فريق تطوعي دائما يتصف بالانسانيه بالمحبه، نحن اسمنا فريق المحبه والسلام. نعم. فنحن عم نحاول يعني قدر الامكان انه ننمي هالحب اللي عند الطفل، واللي ممكن انت تتعبي على الطفل تلاقي بعدين انه انت هذا الطفل زرعتي فيه حب الارض، حب الوطن. نعم. انه الارض اللي بقياني هلا والوطن اللي بقي، طبعا مين اللي اثمر هي جهودهم؟ لولا دماء الشهداء. لولا دماء الشهداء. ما صحيح يعني مدام هنا مركز على هالموضوع لانه بيمسني شخصيا. اكيد ايه اكيد الله يرحم كل الشهداء. يعني مدام هنا حكيتي يمكن كلمه نابعه من قلبك، وحكيتي انه انتم امبارح غرستوا شتلات، وهذا دليل انه نحن عندنا ايمان بانه دماء هالشهداء رح تزهر حب، والحياه بدها تستمر. اكيد يعني كلامك كان مؤثر وكثير جميل، ونحن دموعك غاليين علينا. اكيد الله يرحم كل الشهداء ويرحم زوجك مدام هناء. هيك ان شاء الله نقول انه هن بمكان افضل طبعاً، واكيد هن شايفين انه نحن عم نكمل هيدي المسيره. خلينا نحكي عن ابرز الانشطه اللي شاركتوا فيها. ابرز انشطه رياضيه هي كانت مسير اسمه من الجنوب الى الجنوب. انطلقنا من الجنوب السوري باتجاه الجنوب اللبناني وفاء لشهداء الجيش العربي السوري اللي قضوا بجنوب لبنان دفاعا عن ارض لبنان، وشهداء لبنان اللي قضوا بالجنوب السوري. فانطلقنا سيرا على الابدان، هي كان ابرز نشاط من الجنوب السوري للجنوب اللبناني. والاسم حلو. ايه هي كنشاط رياضي. في انشطه كمان رياضيه انطلقنا فيها من ساحه الشهداء بدمشق لضريح القائد المؤسس رحمه الله عليه بالقرداح. أنشطة فنية وثقافية ورياضية كذلك بأبرز بدار الأوبرا، دار الأسد للثقافة والفنون. طبعا كان في عروض مسرحية. نعم. أغاني وطنية، أطفال أخذين ريادي على مستوى القطر عدة مرات، أطفال بعمر الأربع سنين شاركوا بإلقاء قصائد. في عنا من كل الاختصاصات بالفريق، عنا منوجه شكر كبير للشاعر الكبير مضر شغالي والشاعر اللبناني ابن بعلبك كمال قبيسي اللي بيكتبوا لنا الاشعار للاطفال اللي معنا وبيقدموها على مراكز الثقافيه. حلو. نعم. وبنشكر كمان الاطباء اللي بيشاركونا وبيواكبونا بالحملات. شو نوع الحملات؟ نحن حملات أول شيء رياضية، بيئية، ثقافية، توعية، وكل الاختصاصات متنوعة. يعني متنوعة قديه عم تحمل رسائل مهمة، وخاصة بهذا الوقت نحن كتير بحاجة للرسائل المعنوية لكل شرائح الشعب السوري. البلد بحاجة لأبنائه، ونحن بهالوقت هذا بأمس الحاجة. صحيح. لتتضافر الجهود لحتى نتغلب على هالهجمة وعلى تكالب على بلدنا الغالي سوريا. صحيح. يعني ان شاء الله يا رب هيك هالانشطه تثمر اكثر وتحقق النتيجه اللي نحن دائما بدنا اياها، هي بناء الوطن. مدام هناء خلينا نحكي هلا معك هيك كيفيه الانضمام للفريق، كيف متفعله هيك مع روح الفريق؟ قديش عندك حماس ايضا لانك تكملي مسيره هي منفتخر فيها، مسيرتنا نحن كسوريين منفتخر فيها، لأنه نحن من التضحيات اللي قدمنا ما في حدا قدمه رغم الظروف اللي نحن عم نعيشها، ولكن دائما مستمرين. يعني دليل استمرارك. تفضلي عزيزتي. الحماس موجود طول ما نحن سوريين، حماسنا موجود لا غبار عليه ولا نقاش فيه. بس نحن كيف الانضمام للفريق؟ بيجوا الأعضاء الفريق نحن عنا طبعا كله تطوعي. يعني نحن ما فيني انا استقطبها اذا ما انت عندك حب التطوع، اذا ما انت عندك الرغبه بالتطوع. فبيجوا اعضاء الفريق نحن بنعمل لهم بطاقات، بنحطهم بصوره الفريق شو اعماله التطوعيه. يعني ما كل حدا عنده هالحب التطوعي او بيجي 100%. برافو. بيجي العضو بينتسب للفريق وبنصير نحن عندنا صفحه على الفيس
بنتواصل معهم كلياتهم، بحيث انه نحن لما بدنا نعمل تجمع نحن عباره عن 11 واحد عضو مؤسس للفريق. نعم. ما تبقى نحن اعدادنا بالمحافظات ولبنان الشقيق وفي ما عندنا بالعراق تقريبا يتجاوز ال 4000 عضو. 4000 عضو. نعم. فنحن مننسق بين بعضنا، مثلا السنه الماضيه دعتنا وزاره الثقافه بلبنان دعوه رسميه، طلعنا اقمنا فعاليه كانت من انجح الفعاليات بلبنان، لدرجه حتى السوريين اللي كانوا قاعدين بالهي رفع العلم السوري من كافه الاطياف بلبنان. نعم. وكان استقبال حافل لنا وكثير كان حلو يعني، وكان نعم. معنا اطباء، كان معنا كمان صحفيين غطوا الهي، وطبعا نشكركم انتم لانه دائما بتواكبونا وبتغطوا اعمالنا. نعم. طب خلينا استاذ انور شوي نحكي يعني نشاطات واسعه جدا من عام 2014 حتى اليوم، لكن المجموعات التطوعيه اليوم كان باوج عملها بمرحله معينه، هلا برايك كيف لازم يكون عملها ليثمر على ارض الواقع، خاصه انه بنعرف انه كثير في من المجموعات التطوعيه ونحن بحاجتها، لكن كيف فينا نستفيد منها نلمس هذا الشيء؟ هلا هو نحن بامس الحاجه للدعم. هلا قبل كان في تعاون اكثر، يعني ما كان في تكاليف زياده، هلا في تكاليف عم تزيد علينا فعم نختصر كثير بالاعمال وبالانشطه. نعم. مثلا هاي الفعاليه في ناس اجت من اللاذقيه لتشارك فيها، حلو، في ناس اجت من دير الزور، في ناس اجت من الحسكه، من المحبة للتطوع وللأعمال التطوعية. يعني نحن ندعي الكل يدعمنا لحتى نستمر، لأنه فعلا بأمس الحاجة بهالوقت لتظافر الجهود لننجح ونقدم. وأهم شيء عندنا نحن مثل ما حكيت الأستاذة مركزين على الأطفال، عندنا أطفال مبدعين صحيح. يعني بكل المحافل بكل المراكز اللي بنروح بنعمل فيها بينالوا اعجاب الجميع. حتى بلبنان اخر فعاليه بدعوه من وزير الثقافي اللبناني، دعوه خاصه للفريق، طلعنا شاركنا، رفعت القبعه على الفريق، كمان شاركنا بالجنوب بتبرع الفريق كله، راح تبرع بالدم لجرحى المقاومه اللي انجرحوا على اراضي الشهداء بالجنوب، زدنا اسر شهداء بالدم كلياتهم، وزرنا أسر شهداء وكرمنا أسر شهداء، وكان فعالية عملناها بالجنوب كانت من أجمل الفعاليات طبعا بدعوة من المركز نعم. الثقافي بالعباسي بالجنوب اللبناني، فعالية ثقافية مشتركة. نعم. وزرعنا على حدود فلسطين على الخط الأزرق الياسمين الدمشقي وزيتونة نعم. السلام والأرز اللبنانية مع أهلنا باللبنان. كثير حلو. يمكن حكيتي مدام هنا عن المحبة ببداية حديثنا معك، وقلتي أنه هي المحبة هي الأساس، أكيد بالمحبة فيك تهزمي أي شيء. مركزين على الأطفال اللي هن البذرة خلينا نقول اللي ممكن هي تزرع المحبة وأيضا تثمر شيء حلو. قديش هيك مهم ايضا من حتى بالفريق يكون في رسائل للاطفال بالمحبه لبعضهم، بعدم كره بعضهم، حتى كل العالم بتتخانق ولكن دائما المحبه هي اقوى طبعا. من اي خلاف، تحكي لنا شوي. نحن عم يجينا الاطفال من كافه المحافظات، انت عم تجمعي اطفال من كافه الشرائح المجتمع، يعني لما عم تجمعيهم مع بعض ويتآلفوا ونطلع مشوار، خلينا نحكي بالعامية مشوار، طلعنا بالباصات طبعا. طلعنا مبارح بالقطار، لما صار تصوير صار اللعب مع بعض، صار الحديث المشترك بين بعضهم، فهي انت تلقائيا يعني انت ما خططتي لها، انت تلقائيا صارت هي المحبة، اجتمعوا مع بعض صارت المحبة، صار الحكي، صار اللعب، الطفل لما عم يلعب مع الثاني، لما هذا عم يغني والطفل الثاني عم يعزف، فانت تلقائيا صار معهم لحمه، صارت اللحمه انت ما اشتغلت عليها صارت تلقائيه. صحيح. فنحن عم نحاول دائما نركز على هذا الموضوع وعلى المواهب السوريه، يعني عندنا كثير اطفال موهوبين نحن، يعني كثير، ومن ضمنهم ابناء الشهداء، يعني هنن انكسروا لفتره. لما انت الاب بيموت بيستشهد،
الطفل بينكسر لفترة، فانت عليكي انت لما انكسر هذا الطفل انت بدك تطلعيه من انكساره، مو بالامر السهل انك تطلعي طفل. صحيح. الامر السهل حاربتي، حملتي بارودي، رحتي، بس ما من الامر السهل انك ترجعي تعيدي بناء الانسان. أكيد. ولما عم تعيدي بناء هذا الطفل انت وتطالعيه من حالته، معناتها انت عملتي شيء عظيم انا برايي. اكيد يعني نحن وبناتي جيل، يعني جيل كامل. أكيد. اكيد يعني نحن لولا دماء الشهداء ما كنا مستمرين لليوم، واكيد دائما بنقول يعني بنحس باهالي الشهداء وبنعرف انه فقد الاحبه غربه، واكيد بنعرف انه كثير صعب هذا الشيء، لكن نحن مثل ما قلتي بتشاركيتنا معهم نقويهم، نكون سند لهم، هذا الشيء الاساسي بالمجتمع، وهن اولويتنا بكل حال، حتى من اولويات الوطن خلينا نقول. شكرا لوجودكم معنا، بنتمنى لكم الفعاليه المستمره لليوم هيك تنجز بنجاح. وعندنا فعاليه ب 8 اذار ان شاء الله باذن الله، بس بدنا الدعم عنا المؤسسات الدوله. بدنا نطلع على درعا كمان حمل التفجير. نعم. كمان بدنا نكرم ابناء الشهداء اكيد، وان شاء الله هيك. شكرا. لا شكرا. نلاقي الدعم المطلوب ان شاء الله. هيك عبر شاشه الاخباريه السوريه تكون وصلت الرساله. بدنا نتشكركم كثير مدام هناء مكنا الاعلاميه، المسؤوله الاعلاميه والثقافيه في فريق المحبه والسلام، وايضا انور علي محمد قائد فريق المحبه والسلام. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا. نورتونا انتم. وشكرا لكم دائما بتواجدونا.